ده اللي خلى الحالة الصحية لمجتمعنا توصل للي احنا فيه دلوقتي، وعلشان الأمانة العلمية اللي حملناها كان لازم يكون لنا وقفة، وقفة احتجاجية ضد الجهل، وقفة طبية اسمها الدكتور. بيطلع لي صبار حوالين بقي، بنتي عندها 7 و8 شهور. أنا عايز أقول لكم أصبحت كابوس مفزع. أنا عندي مشكلة الدوالي. بدون ما نروح لدكتور وبدون ما نخش. جالي علاج بالليزر، علاج تجميل. اهلا بكم. حوارنا النهارده مهم جدا جدا جدا. عايز ابدا الحوار بحاجه مهمه قوي الحقيقه، والحاجه دي تحتاج الى مجموعه من الحلقات، مش مجرد ان انا اقول عليها في الاول. التدخين يضر جدا بالمراه، ويضر جدا بصحه الانجاب، ويضر جدا بنجاح الحقن المجهري. يعني مش معقول واحده ست عايزه تلجا الى الحقن المجهري وعندها مشاكل وعندها التهابات في الأنابيب وعندها مشاكل خاصة بالتبويض وبعدين تروح تدخن، يعني برضو حاجة بالعقل كده، يعني اجتماعيا بعيدا عن طبيا، يعني عيب قال انت كمان انت تصرفي فلوس، يعني ما تروحيش كمان تدخني، تضيعي اللي انت بتصرفيه كله وتضيعي مجهود فريق عمل، ويبقى في الآخر مش عارفين ليه الحقن المجهري ما اكتملش بنجاح عشان حضرتك شربت سيجارة أو روحت قعدت في كافيه وشربت شيشة. التدخين بيأثر بشكل كبير جدا كمان. شوفوا عشان بس تعرفوا، يمكن هم في الأبحاث العلمية كتبوا كتير قوي عن حاجة اسمها Sudden Infant Death Syndrome، موت الجنين المفاجئ، وربطوه بشكل كبير جدا، وده بيحصل بتدخين الأم أو التدخين السلبي، ما هي تدخين الأم أو إن الأب يدخن قدام الست. والحكايه ديت بدات تزيد في الفتره الاخيره لتدق ناقوس خطر كبير جدا حول علاقه التدخين بالصحه الانجابيه. لكن خليني اقول لكم بقى، التدخين يضر جدا جدا بالانابيب، انابيب فالوب، لانه وجدوا ارتباط وثيق جدا بين ميكروب الدرن الموجود دلوقتي في الشيشه وبين انابيب فالوب اللي بيحبها جدا ميكروب الدرن. طبعا انابيب فالوب تتدمر جدا بهذا الميكروب، والدرن على فكره من المدمرين بقوه، ويلجا هذا الكابلز الى الحقن المجهري ليتفادى انه طبعا الانغلاق والانسداد في قنوات فالوب. خلينا النهارده نتكلم على الحقن المجهري بالتفصيل، وتحت عنوان مهم جدا، حمل طبيعي أم إخصاب مساعد؟ الله، يعني إيه هذا المعنى؟ المعنى ده ذكي وفي نفس الوقت يطرح مئات الأسئلة وراه. هل هي خيار ولا يعني ولا احتمالات، ولا لما واحدة بتكونش عندها حمل طبيعي هنلجأ لمناظير عشان يديها فرصة حمل الطبيعي، ولا نلجأ للإخصاب المساعد؟ أفكار كتيرة بس العنوان مثير الحقيقة. أنا معرفش حاجة عن تفاصيل العنوان لغاية دلوقتي، أنا لسه هفهم، بس طبعا أكيد ضيفي هيشرح لي كأفضل ما يكون. هي ضيفي قمة علمية كبيرة واسم كبير في عالم النساء والتوليد، وطبعا أستاذ الأساتذة وأستاذنا إحنا نفسنا، كنا بنتمنى إن إحنا نحضر محاضراته ونتعلم منه بالتفصيل، فكان لي الشرف القدير والكبير إن نستضيفه وجها لوجه عشان نتعلم منه وأنتم تتعلمون منه على مستوى مصر كلها. القمة العلمية الكبيرة وأستاذ الأساتذة الأستاذ دكتور إسماعيل أبو الفتوح. الدورة دي ممكن تبقى علامة لينا احنا على وجود خلل. الحقن المجهري نسبة نجاحه اعلى من التلقيح الصناعي.
اخصاب البويضه خارج الجسم وارجعها كجنين داخل الجسم عن طريق عنق الرحم. يعتقد الكثيرون ان بروتوكول التنشيط لكل حالات تاخر الانجاب بروتوكول واحد. الفن كله في عمليات اطفال على اليوم هو الحقن المجاري وانتقاء البروتوكولات الملازمه لكل مريض على حده. الاستاذ الدكتور اسماعيل ابو الفتوح، استاذ امراض النساء والتوليد بطب القصر العيني جامعه القاهره، استشاري العقم واطفال الانابيب، زميل الكليه الملكيه لامراض النساء والتوليد لندن، دبلوم امراض الخصوبه جامعه جنيف سويسرا، زميل الجمعيه الامريكيه للخصوبه، زميل الجمعيه الاوروبيه للخصوبه، رئيس مجلس اداره مستشفى بدايه. استاذنا الكبير القامه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور اسماعيل الفتوح منورنا في الدكتور، وشرف كبير كالعاده ان احنا نستضيفك في هذا الحوار المثير. عايز ابدا، بس قبل ما ابدا بالحوار عايز استملح رايك في التدخين وهذه الظاهره اللي بدات تبقى مزعجه. هي حاجه مهمه جدا اللي انت قلته، قلت الباسيف سموكينج كمان من ضمن الحاجات اللي انت ذكرتها. اولا احنا لحد فتره قريبه احنا ما كناش نعرف اذا كان التدخين ليه تاثير على حدوث الحمل او بيأخر حدوث الحمل ولا لا، لحد ما بعض الابحاث بعد كده هوت الابحاث فعلا شافت ان المدخنين نسبه الحمل عندهم بتقل، ومش بس كده ان اللي بيخوضوا اطفال عمليات اطفال الحقن المجاري واطفال الانابيب نسب الحمل عندهم قلت لو فضلوا مستمرين على التدخين. وتبطيل التدخين في حد ذاته بيزود فرص الناس اللي هم كانوا اساسا مدخنين وبطلوا الفترات، الفتره اللي هيعملوا فيها او الفتره اللي قبليها نسب الحمل عندهم زادت. فبقينا دلوقتي من ضمن الحاجات اللي بنقولها للناس بننصحهم، احنا كمركز اطفال انابيب وحقن مجهري بننصح الكابلز وعلميا مزبوطة ان تبطيل التدخين هيزود فرص النجاح سواء للزوجه او سواء للزوج، اللي برضه بتاثر على الزوج سلبا، بتاثر على عدد الحيوانات المنويه، على الحركه بتاعت الحيوانات المنويه، على وجود الحيوانات المنويه المشوهه عند الزوج، وفي نفس الوقت بتاثر على الحمل عند الزوجه، وتبطيل التدخين بيزود فرص حدوث الحمل. فدي حاجه يعني حاجه طبعا كنا دايما بنقولها بس ما كانش عندنا البروف، دلوقتي بقى عندنا البروف، بقى لنا مثلا 7 أو 8 سنين بقى عندنا البروف ان فعلا تبطيلها بيزود فرص حدوث الحمل. النهارده واحنا قاعدين بنشتغل وبنجهز للحلقه المهمه ديت حطينا العنوان حمل طبيعي ولا اخصاب مسهل. هي ده بمساعده فريق عمل من البدايه، انا نفسي العنوان بعد ما هم حطوه كده ما بقتش فاهم. لا بص، هو حمل الحمل خلي بالك، الحمل عن طريق الاخصاب المساعد هو حمل طبيعي برضه. يعني لازم احنا نبقى فاهمين القصه دي، لان في ناس كتير قوي معتقدين حاجه ان مثلا سيدات بتشتغل وسيدات عندهم حاجات معينه فبييجوا يسالوا السؤال دوت، انا لازم اقعد 9 شهور في البيت نايمه على ظهري بعد ما بعمل الحمل المجهري وبيحصل حمل، لان هي شافت ان قريبتها اللي عملت حقن مجهري مثلا وحملت قاعده في البيت مش عايزه تتحرك. هو الحاجه اللي احنا لازم نقولها للناس ان هي وانس ان حصل حمل، الحمل طبيعي، هو اذا بنقول عليها طفل ثمين يعني بريشس بيبي، لكن هو مش معنى كده انها مختلف عن الحمل الثاني. يعني هل هي مثلا محتاجه ترتاح؟ لا، لو هي حامل في جنين واحد مثلا وعن طريق الحقن المجهري ده ممكن حتى ما بتقولش لحد انها حامله حقن مجهري، يعني قصدي زيها زي اي واحده حامل. بتيجي واحده حامل دايما اول حاجه الدكتور بيعملها بيقولها هل هي الكاتيجوري بتاعتها هاي ريسك ولا لو ريسك، اللي هي خطر ولا حمل طبيعي. لو هي في الكاتيجوري بتاعت الحمل الطبيعي ما بنبقاش محتاجين انها تقعد في البيت، تقعد في البيت لو في مشاكل، لو مثلا عندها نزيف او حاجه تقعد في البيت، لو مثلا مشيمه متقدمه تقعد في البيت، لو يعني في حاجات معينه كل طبيب عارفها بيخلي المريضه بتاعته تقعد ساعتها ما تتحركش او ما تعملش مجهود لاسباب معينه واسباب علميه معروفه، مش بس علشان خاطر هو حمل عن طريق حقن مجهري يعني. طيب انا برضو هبدا بقى بالنظام بتاعنا الاكلينيكي الجزء الاولاني، فهمنا انه في الاخر هما الاثنين هيؤدوا، لكن برضو هسال باسئلتنا الطبيعيه في بدايه مثلا. اوكي، وده نموذج عالمي يساوي النماذج العالميه الموجوده في انجلترا والموجوده في امريكا. كام في المية من الحالات اللي بتيجي مستشفى من البدايه بنقرر لها اخصاب مساعد؟ ده برسنتج، لان الحاجات دي في الكتب مهمه قوي. وكام في المية ما تحتاجش
لاخصاب مسلم مهمه قوي. اول حاجه احنا كبدايه احنا ريفيرال سنتر، يعني احنا كل الاطباء اللي موجودين في مصر وفي في الميدل ايست تقريبا لما يكون عندهم مثلا حالات عدم حدوث حمل بيبعتوها لنا. احنا بنشوف حالات عدم حدوث الحمل اكتر من اي سنتر تاني، يعني عشان خاطر احنا زي ريفيرال او تيرشري سنتر، فبنشوف حالات اللي جايه مخصوص عشان تعمل حقن مجاري وجايه مخصوص عشان تعمل اطفال ادبي. فاحنا ما احناش قوي مش هو دي النسبه اللي موجوده في المجتمع. لكن انا هقول لك النسبه عندنا مثلا بتبقى عاليه جدا، ان اللي بيخشوا اللي بيجوا اساسا هم لفوا على كل المراكز وفي الاخر خالص قالوا لهم لازم تروحوا المستشفى بدايه عشان تعملوا حقن مجاري. فده مش هنبقى احنا ريبريزنتيف للمجتمع، مش احنا ريبريزنتيف للمجتمع. لكن لو انت عايز النسبه بالنسبه للمجتمع، هو 15% من الناس مش هيحصل عندهم حمل. اوكي، 15% من الكابلز ده بعد مرور سنه من الزواج مش هيحصل حمل. من ضمن ال 15% دولت جزء كبير جدا مثلا 80-90% هيحصل لهم حمل بالطرق الطبيعيه. هيتبقى جزء معين اللي هم محتاجين العلاج بالاخصاب المساعد. الميزه بقى ان هم لما بيجوا مركز زي المستشفى بدايه، ان مش بس بنعمل اخصاب مساعد، هيبقى مركز لعلاج الخصوبه بصفه عامه، لعلاج تاخر الانجاب بصفه عامه. في ناس بتستجيب بتنشيط تبويض. انا لسه قبل ما اجي دلوقتي على طول كان في حالتين ورا بعض على طول، كان كل اللي عندهم تكيسات على المبيض واخدوا تنشيطات تبويض وحصل عندهم حمل، بس ببروتوكولات معينه احنا بنعملها. في كابلز تانية احتاجوا ان هم يعملوا مناظير وفك التصاقات لان هم كانوا لسه يونج، يعني لسه صغيرين، وعملنا لهم الحقن المجاري، عملنا لهم قصدي فك التصاقات وحصل حمل بطريقه طبيعيه. ناس تانية ما ينفع لهمش حمل غير عن طريق التلقيح الصناعي، ناس تانية عن طريق الحقن المجاري زي اللي احنا شايفينها قدامنا، يعني قصدي كل حد غير التاني. فبتيجي النسب ديت اللي هي تقريبا من ال 15% اللي موجوده، مثلا 10-20% منهم هم اللي يحتاجوا يعملوا اخصاب مساعد. وزي ما بنقول طبعا الحاجه اللي احنا دايما بنكررها، ان 40% بيكون السبب عند الزوج و40% عند الزوجه و20% تاخر في الحمل غير مفصل السبب. الحالات كلها اللي انا هقولها دي كتير منها المفروض انها بتحول من سنوات الاخرى. بالظبط، يعني كل معظم اللي انا هقوله دلوقتي حالات صعبه. الحاله الاولى دي حاله بتعاني من تاخر انجاب غير معلوم السبب، ست عمرها 38 سنه، متجوزه من 3 سنين، وطبعا السن وإلى آخره، شديده القلق. ايه التعامل بتاع هذه الحاله؟ في بعض الاحيان التدخل بسرعه بيخلينا نقدر نحصل الحمل. لان الزوجه مولوده بعدد معين من البويضات، مولوده بعدد مثلا بنقول تقريبا 2 مليون بويضه، بنوصل عند سن البلوغ 500,000 بويضه بيستهلكوا على مدار اللي هو من سن 13 ل 51 سنه 1000 بويضه كل شهر. المشكله ان دي مش موجوده عند الزوج بس موجوده عند الزوجه. فاحنا سن عمر الزوجه مهم جدا بالنسبه لنا، فعمر 38 ده كريتيكال قوي بالنسبه لنا، اللي هو اللي بيبدا بقى فيه من النسب العاليه جدا للنسب تبدا تقل. مش بتبقى مستحيله، لان احنا عندنا ناس حملوا في سن 45-46 سنه، لكن ناس قليلين ما هماش زي اللي هيحملوا هم عندها 20 سنه او 25 سنه. فكل ما العمر بيتقدم كل ما النسبه بتقل، لكن ده مش معناها ان التقدم قوي في مشكله. لكن هنا بقى كريتيكال، انا كطبيب لازم المريضه دي ما اسيبهاش بدون فحوصات لحد ما عمرها يكبر، ما اجلهاش، ابدا اشوف لها التحاليل اذا كان المشكله عندها، اذا كانت المشكله عند الزوج، ابدا اشوف اذا كانت بقى لها فتره طويله بتاخد علاجات وما حصلش حمل، لازم اخش بقى في الاخصاب المساعد. يعني ده السن الكريتيكال اللي بخش فيه. يعني انا في عندي حاله لسه قبل ما اجي برضو كانت عندها 39 سنه ومتجوزه بقى لها سنه واحده بس، وفي مشكله عند الزوج. لو انا قعدت افكر ان انا هفضل اعالج في الزوج وهفضل اديله في علاجات لحد ما يتحسن، واحنا عارفين ان هو بياخد 3 شهور عشان العلاج، وبعد ممكن يحصل وما يحصلش، وبعد كده بالظبط كده هتكون هي فقدت القدره على ان نسب الحمل عندها تكون قلت. فدول قلت لهم لا، تعملوا حقن مجاري على طول، لان عندها نسبه الحمل حاليا افضل من الاول. يعني قصدي ده الفكر المفروض ان الواحد ياخده، ان هو مش بيعالج واحد بس، هو بيعالج كابل، والكابل دولت الاثنين مرتبطين ببعض. يعني حتى لو هي العكس بقى، لو كان الزوج دوت متزوج واحده مثلا عندها 20 سنه مثلا، ممكن اصبر مثلا لمده سنه، فتلاقي مثلا ايه ان الناس ما بتقول ايه، طب اشمعنى هو صبرنا هنا على نفس الشخص ده، صبرنا هنا لمده مثلا سنه ولا سنتين وده مش قادر يصبر عليها، وهي لان هي لازم في عمر الزوجه ده بيخلينا نتحكم على في الموضوع ده.
فده اللي لازم نخلي بالنا منه. الحالة الثانية حالة برضو من الحالات الخطيرة جدا جدا، حالة حمل خارج الرحم. كويس. اضطراب حصل كمان في بعديها، اضطروا لاستئصال الأنبوبة، عمر 33 سنة. هنا يعني كذا سؤال هي ستة هتسأل فيه بعد كده، هل في فرص للحمل الطبيعي بعد كده؟ الإخصاب المساعد إمتى نقرر له الوصول له؟ وهل هناك طريقة بتفضلها عن أخرى في الحمل في الإخصاب المساعد في حالات حمل خارج رحم، وخصوصا حمل خارج رحم دي حالة إمرجنسي أحيانا؟ أنت برضو السؤال اللي هتسأله السيدة، هل ده ممكن يتكرر مرة تانية ولا لا؟ هل هو يعني ليه دايما الحمل خارج رحم ساعات ممكن يتكرر؟ هي النسبة، مثلا نسبة الحمل خارج الرحم 1%. لو حصل حمل خارج الرحم يبقى المرة اللي بعديها نسبة التكرار بتبقى 10% ل 15%، فإذا النسبة تضاعفت 10 مرات، لكن في نفس الوقت الحمل اللي داخل الرحم أكتر لكن النسبة زادت. فاحنا دايما بنبقى واخدين بالنا قوي من اللي حصل عندهم حمل خارج الرحم، إن في احتمال للتكرار، وإن احنا نقدر نكتشفه بطريقة جيدة، نقدر نكتشفه مبكرا دلوقتي، بنقدر نكتشفه في حالات دلوقتي بنكتشفها، في حالات بياخدوا بدل ما بنعمل لهم التدخلات الجراحية اللي احنا بنعملها زي المنظار أو فتح البطن أو الحاجات دي كلها، ممكن بندي حقن دلوقتي زي حقن الميزوتريكسيت، بنقدر ان احنا نموت الجنين الموجود في قناه فالوب دوت قبليها. السيده بقى اللي حصل عندها حمل خارج الرحم، حاجه من اتنين، يا اما اخذت الحقن اللي هي بتاع زي الميزوتريكسيت والحمل مكمل، حمل قصدي ما كملش وقناه فالوب احتفظنا بيها، يا اما اضطرينا ان احنا نعمل الجراحات، يا اما عن طريق المنظار او الجراحه التقليديه اللي هي فتح البطن. الجراحات اللي عن طريق المنظار بنعمل، يا اما بنشيل الحمل بس اللي خارج الرحم، يا اما بنشيل قناه فالوب كلها أو لا تصلح أن يحصل فيها حمل مرة تانية. بعد كده بتبدأ السيدة تتساءل المرة الجاية أحمل إزاي؟ هي برضو ده يتناسب مع حاجات كتيرة جدا. حالة الأنبوب قناة فالوب اللي متبقية، هل هي جيدة ولا مش جيدة؟ ممكن قناة فالوب ممكن يكون السبب اللي حصل فيها حمل خارج الرحم أن عندها التصاقات شديدة في قنوات فالوب وزي مرض البطانة المهاجرة، وبالتالي لا يمكن هيحصل حدوث حمل من الناحية التانية. يبقى لازم الطبيب وقت ما هبيعمل العملية بتاعت استئصال قناة فالوب لازم يبص على الناحية التانية ويشوفها ويكتب ريبورت عليها، هل هي تصلح أن يحصل حمل منها ولا لا؟ لو هي هيصلح حمل منها يبقى ندي لها الفرصة. وأنا عندي ناس كتيرة جدا حصل عندهم حمل من خارج الرحم، وحصل عندهم بعد كده مرة ومرتين وثلاثة حمل داخل الرحم ومكملين. لكن لو كان في مشكلة في قناة فالوب يبقى لازم إن احنا يا إما هنعالجها يا إما هنعمل لها الإخصاب المساعد زي هو أطفال أنابيب أو الحقن المجهري. الحاجة التانية اللي بتزود شوية الفرصة إن احنا ممكن ندي أدوية تنشيط تبويض، بحيث إن احنا يحصل التبويض على الناحيتين، فبالتالي نزود الفرصة إن يحصل حمل من قناة فالوب السليمة. الحاجات دي كلها لازم طبعا هتروح للطبيب ولازم تتابع، ولازم أول ما يحصل حمل نبدأ نتابعه بتضاعفات هرمون البيتا اتش سي جي، لأن هي المفروض إن أول ما يحصل حمل لا إيه ده بقى أنا معرفوش، لازم الهرمون البيتا اتش سي جي اللي هو هرمون الحمل اللي في الدم الرقمي يتضاعف. يعني أنت النهاردة لو مثلا الهرمون 100 المفروض النهاردة بعديها بيومين هيبقى 200، بعديها بيومين هيبقى 400، بعديها بيومين هيبقى 800، وهكذا بيتضاعف كل 48 ساعة. لو ما تضاعفش ده معناها ان الحمل مش ماشي بطريقة سليمة. فدوت يقول لنا لا، يبقى احنا نقدر نبدأ نفكر الحمل ده احتمال يكون خارج الرحم، بالذات لو احنا عملنا أشعة تلفزيونية اللي هي مهبلية ولقينا مفيش كيس حمل جوه الرحم، كيس الحمل مش موجود ورقم عمال بيزيد لكن مش بيتضاعف، يبقى ده خارج الرحم. فين الرحم؟ فين الجنين؟ بالظبط الجنين فين؟ يبقى هو غالبا في وحمل خارج الرحم، يعني قصدنا في قناة فالوب في الاخر خالص. السؤال الجاي ده مهم قوي. ست عندها تكيسات، اوكي، وعندها ضعف تبويض، جوزها عنده دوالي من الدرجه الثانيه. انتشار الدوالي وانتشار تكيسات المبايض خلى في فرص ان الصدف تجيب الاثنين بالمشكلتين مع بعض. السؤال هو هل الجل الحقن لاخصاب مساعد امتى؟ وهل يعني انت يعني شايف ان ممكن في فرص الحمل الطبيعي في حاله زي دي ولا ايه الرؤيه بتاعتك؟ طيب انا اول حاجه انا عايزك انت تجاوب على السؤال ده. ان اول حاجه هنسالها دايما ايه؟ ان هي عمر الزوجه قد ايه؟ يعني ده اول حاجه اللي هي لازم احنا يجي في بالنا على طول، هل هي تحتمل انها
تاخد علاج وننتظر فترات طويلة ولا لا؟ لأن هي الحالات اللي زي كده طبعا أنا لو أنا طبعا هاخد لها بالعلاج الطبيعي، نبدأ الأول نشوف إذا كان في عندها مشكلة ولا لا، إذا كانت تكيسات المبايض، بالذات إن تكيسات المبايض من الحاجات اللي بتتعالج عن طريق تنشيط التبويض، مش محتاجة قوي إنها نعمل لها حقن مجهري. يعني أنا عندي يعني مئات الحالات اللي هم تكيسات على المبيض اللي هو بالاستجابة بالأدوية، وخلي بالك إن لما باجي ببدأ معاهم ببدأ الأول بالأدوية الإقراص البسيطة، بعد كده الإقراص الثانية، وبعد كده بزود الجرعات، وبعد كده بتابع التبويض وبشوف إذا كانت عندها حويصلة وصلت للحجم الطبيعي ولا لا. ولو ما كانش بدي حقن، يعني قدرنا إن احنا نوصل إن بطرق معينة بدي أدوية تانية مساعدة معاها لحد ما بنوصل لإن يحصل تنشيط تبويض بطريقة جيدة. لو قنوات فالوب عندها سليمة، ودي برضو من الحاجات اللي لازم الطبيب ما يبدأش يدي تنشيطات تبويض من غير ما يكون عمل الورك أوت بتاع الانفيرتيليتي كله، اللي هو شاف إن قنوات فالوب سليمة، إن تحليل الزوج سليم. لو هو تحليل الزوج مش سليم أنا مش هبدأ لها تنشيط تبويض. يعني ما أقدرش أبدأ لوحدة تنشيطات، أقعد أدي لها تنشيطات تبويض. وده اللي بنشوفه ساعات. أنا شفت حالات يا أيمن بياخدوا تنشيطات تبويض بقالهم سنة وسنتين والزوج أزوسبيرميا، ما عندوش ولا حيوان منوي. يعني الطبيب ما فكرش ان هو يطلب منه ان هو يعمل تحليل سائل منوي، فهي عماله بتاخد ادويه تنشيط تبويض على الفاضي. او يا اما في ساعات ازواج بيرفضوا ان هم يعملوا تحليل سائل منوي لحد ما تقنعهم الزوجه ان هم يعملوا تحليل السائل المنوي، يكون عدى فتره طويله عليها بيعتبروها عيبه، فاكرين ان المساله تمسهم. مع ان هي دايما المساله ما لهاش دعوه باي حاجه. يعني قصدي احنا بنقول ايه، الرجوله والذكوره وان يحصل علاقه زوجيه ما لهاش اي دعوه بعدد الحيوانات المنويه اللي عند الزوج. يعني فاحنا بنقول الكابل دوت هنشوف لو هو العمر الزوجة صغير، لو هو العلاج الطبيب الذكورة بيقول ان علاجه هيجيب نتيجة في خلال مثلا فترة قصيرة، ما يكونش سن عمر الزوجة وصل لعمر صعب معاه ان حدوث الحمل، فبالتالي ممكن ياخدوا العلاج الدوائي او ياخدوا العلاج اللي هو لو كان مثلا عندها مشكلة تانية تنشيطات او حاجة ممكن بتاخدها، وفي نفس الوقت الزوج ياخد علاج. بس مش هنبدأ للزوجة غير لو الزوج بدأ حيوانات المنوية سليمة. طيب انا عندي حالات سريعه وخايف الوقت يدهمنا، فانا ايه يعني مش عايز افوت حاجه بصراحه، يعني لانه حاجات مهمه جدا جدا جدا. عندي حاله الزوج عنده انعدام حيوانات منويه، احنا مرينا عليه دلوقتي، فرصه ايه؟ اولا احنا مش انا السبب وقلت لك ان احنا تشري سنتر يعني بيتبعت لنا الحالات دي، الحالات دي هي الحالات ديت هي اللي احنا بنشوفها على طول. اولا حالات انعدام الحيوانات المنويه زمان قبل سنه 92 كنا صعب جدا علاجها، كنا بنحاول نعمل وصلات دايما لو كان في مشكله او حاجه. دلوقتي مع وجود الحقن المجهري بقت من الحالات من اسهل الحالات اللي ممكن علاجها. زي ما انت شايف ده ما عندوش حيوانات منويه خالص في السائل المنوي اللي على اليمين، ازوسبرم ما فيش ولا حيوان منوي، لكن هو الخصيه موجود فيها حيوانات منويه. فاحنا بنعمل عمليه يا اما بناخد عينه من الخصيه عن طريق الفاين نيدل، او يا اما بناخد نعمل فتحه في الخصيه وناخد منها عينه ونبحث فيها على الحيوانات المنويه. وونس استأصلنا الحيوانات المنويه ديت بنكون محضرين الزوجه، بنكون مديناها ادويه تنشيط تبويض بحيث ان احنا ناخد الحيوان المنوي ده وبنحقنه جوه البويضه بتاعت الزوجه عن طريق الحقن المجهري. فبالتالي بقى عندنا جنين. وبعدين الموضوع طبعا مهم جدا ان السيده دي ما عندهاش مشكله خالص، ما عندهاش مشكله في قنوات فالوب، ما عندهاش مشكله في التبويض، فبالتالي تنشيط التبويض بالنسبه لها بيبقى سهل. وبالتالي لما بنيجي نرجع لها الاجنه داخل الرحم نسبه الحمل عندها بتبقى عاليه جدا، لان ما بيبقاش عندها مشكله، المشكله كلها عند الزوج. قدرنا نستأصل الحيوانات المنويه بالطرق بتاعتنا، واحنا عندنا يعني طبعا خبره كبيره جدا في ان احنا نستأصل الحيوانات المنويه بطرق مختلفه. وونس حصل حقنت عاليه جدا اكوردنج لعمر الزوجه. بس النصيحه برضو اللي بنقولها دايما ان هم ما يتاخروش في العلاج، وان هم ان يعني ما ييأسوش لو ان حصل قبل كده مثلا، لان بنشوف احنا شفنا عندنا برضو حاجات كتيره جدا ان هم ما راحوش لناس متخصصه قوي، فلما جت عينه الخصيه بياخدوا من عينه من ناحيه واحده بس، قال لهم لا ما فيش حيوانات منويه. بعد 3 و4 سنين لما بيجوا لنا بنعمل زي المابنج اللي موجود اللي بنعمله بطريقتنا بنلاقي في حيوانات منويه. فديت من ضمن الحاجات اللي بنقولها دايما يروحوا، حتى لو هيعملوا ده لازم يبقى في مستشفى متخصص في الحقن المجهري. لان يا فرحتي حتى لو احنا اخذنا عينه من الخصيه وبعدين فحصناها في مكان ورميناها،
احنا لازم يكون مكان فيه تجميد للحيوانات المنوية عشان خاطر نقدر نستغلها بعد كده، وإلا هخسر حاجة مهمة جدا، حاجة ثمينة جدا. اه طبعا جدا. طب انا عندي سؤال مهم قوي، وده كتير قوي اليومين دول، مش كتير قوي يعني، زادوا يعني، بقوا موجودين وناس غلابة جدا. زوج مصاب بمتلازمة كلايم فلتر، كلايم فلتر سندروم. اوكي، ليه الضوء بدا يجي على الحاله دي رغم انها موجوده من زمان؟ لا الضوء هو اللي احنا اكتشفناها كتير. لا 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 لا، هي موجوده وكل حاجه. في ناس عندنا كتير جدا، احنا عندنا مثلا حالات ريكوردد كتيره قوي في الليترشر، وعندنا احنا برضو من ضمن الحاجات اللي احنا خلي بالك احنا في مساهمات لينا في البحث العلمي، ان احنا بنقدم دايما ايه الابحاث اللي احنا بنعملها. عندنا حالات من الكلاين فلتر دولت حصل عندهم حمل. كلاين فلتر دولت اللي هم طبعا اكس اكس واي، وبيكون مختلفين شويه، ازوسبيرميك او اوليجو سيفير اوليجوسبيرميك ازوسبيرميك، بنقدر ان احنا نستخلص منهم عينه من الخصيه، ولقينا في حالات كتيره جدا احنا عندنا حالات ريكوردد عندنا ان حصل منها حمل من الكلاين فلتر. فبقاش الكلاين فلتر ده كنا زمان نقول له لا مش هيحصل حمل، يعني ده الكلاسيك تيتشنج. احنا دلوقتي عندنا حالات كتيره جدا حامل من الكلاين فلتر ومسجلينها، يعني مسجلينها حتى الحالات ديت ونشرينها، عاملين لها بابليكيشن ان حصل حمل من حالات كلاين فلتر. عايزين في 2017 نلقي الضوء على البحث العلمي داخل البداية. يعني دي حاجة كبيرة جدا ومهمة جدا واحنا ما بنتكلمش فيها خالص. بص بقى، أول حاجة لازم في حاجات كده من ضمن الكواليتي كنترول اللي موجود في مراكز أطفال الأنابيب اللي لازم بنعمله، وإن كل حالة بتبقى ريكوردد، يعني ده 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 لازم ده 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 حتى لو احنا قدرنا نوصل للناس الرسالة دي يبقى كفاية علينا في البرنامج ده إن احنا نوصلها. إن لازم كل حالة بتبقى موجودة بتسجل، والحالات اللي بتسجل ديت بتساعدنا احنا كأطباء ان احنا نحسن من الجودة بتاعت المعمل، وبتقدر انها تقول لنا على كل حاجة الستبس. يعني احنا من اول ما انت لو جيت المركز ليه كل حاجة كمبيوترايز ومتسجلة، الحاجات دي كلها بتتراجع من الأطباء اول بأول، وبتخش في داتابيز. الداتابيز بتقدر تقول لنا مثلا الحالات الفلانيه حصل منها حمل، بتخش تحت الاقسام اللي زيها، وبنقدر بيها ان احنا نوصل للاوبتمايزيشن في كل حاجه، ان احنا نوصل مثلا حالات البي سي او احسن طريقه للتنشيط التبويض ليها ايه، حالات البطانه المهاجره احسن طريقه للتنشيط ليها ايه، حالات اللي هي الميل فاكتور احسن طريقه ايه. كل حاجه عندنا بتسجل بدقه. بعد كده بنبدا بقى نعمل عليها الابحاث اللي موجودة. بنقدر ان احنا نشارك في ابحاث كتيرة جدا، من شاركنا في ابحاث كتيرة عالمية، يعني الحاجات دي كلها والحاجات دي كلها بتساعدنا بعد كده، وبتدي حتى كريديبيليتي للمكان اللي موجود، انك انت معروف ان انت بتشارك في الابحاث العلمية، فده معناها انك انت على الاقل الكواليتي عندك بنفس الجودة. يعني اجمل حاجة في زيارتك لينا ان انت بتدرس غير بقى المادة العلمية، بتدرس حاجة مهمة جدا اللي هي البحث العلمي والمانجينج، دي مهمة قوي. لا ده محتاجة قاعدة تانية. طبعا يعني الحوار معك دائما ممتع، ودائما يعني الرحلة الجميلة اللي احنا مشيناها مع الحالات رحلة مثيرة جدا، وانا بعشق الحالات. يعني انا عشق ايه كيسز بروبلم وكيسز. والنهاردة يعني حتى الكيسز ايه احنا حطيناها في عناوين، ما دخلناش في دهاليز قوي عشان نخلي الموضوع برود سبيكترم اكتر، وتلاقي المنظور اعم لكثير من الحالات. لكن احنا لفينا في كثير جدا من دهاليز النساء والتوليد العميقة الهام للغاية. القمة العلمية الكبيرة وضيف العزيز الأستاذ الدكتور إسماعيل أبو فتوح، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم، والأستاذ بكلية الطب قصر العيني، وأستاذ الخصوبة والحقن المجاري، وطبعا مؤسس لمستشفى بداية الصرح الطبي الكبير مصريا وعربيا وعالميا. نورتنا يا فندم. الله يخليك. ده حوار مثير وممتع، وهسيبكم مع بداية التي على أعتقد أن زي ما أنا بقول دائما البحث العلمي فيها شيء مهم جدا ولم نطلع عليه.